التصدي لمحاولات احتكار السلع والمستلزمات الطبية وغشها استغلالا لأزمة كورونا. تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها في هذا الإطار لتنجح في ضبط نحو 8000 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن 15000 متر أقمشة كمستلزمات إنتاج كلها مجهولة المصدر بداخل مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالإسكندرية. وتمكنت الإدارة من ضبط 3 أشخاص بالجيزة قاموا بإنشاء مصنع دون ترخيص لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة. وبحوزتهم تم ضبط 20000 كمامة طبية و2000 قفاز طبي غير مطابقة للمواصفات القياسية إضافة إلى مواد وأدوات التصنيع. وضبطت الإدارة المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بالقاهرة وبحوزتها أكثر من 10000 قطعة كمامة وقفاز طبي ومستلزمات طبية أخرى مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها بالأسواق. الإدارة ضبطت مصنعا لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص بالمنوفية بداخله أكثر من 3000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات و210 ألاف متر قماش تستخدم في التصنيع. كما نجحت الإدارة في ضبط 9 أطنان منظفات صناعية و600 عبوة كلور لدى مالك مصنع دون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بسوهاج وجمعها بدون بيانات. وعلى صعيد ضبط جرائم حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق وغشها، نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 14 طن سلع غذائية حجبها عن التداول بالأسواق مالك شركة دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة بغرض رفع أسعارها كما أنها مجهولة المصدر. وبالقاهرة أيضا ضبطت الإدارة 6.5 أطنان سلع غذائية وأكثر من 5000 لفة قمر الدين وتين مجفف جميعها مجهولة المصدر لدى مسؤول شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية قام بتجميعها تمهيدا لطرحها بالأسواق، إضافة إلى ضبط 1200 كيلو لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مالك مجزر قبل أن يتمكن من طرحها بالأسواق وبما يضر بصحة المواطنين. الإدارة استطاعت ضبط المسؤول عن شركة لتعبئة وتغليف السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية لحجبه 60 طن سكر وأكثر من 500 عبوة زيت طعام عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. كما ضبط التاجر أسماك بالسيارة قيادته بالبحيرة وبحوزته 4 أطنان و600 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل أن يتم طرحها بالأسواق.